كانت واجدوا في سوق الاحد في الشطوبه بطبيعه الحال، اشهر الاسواق هنا من منطقه الشرقيه ومدينه وجده بطبيعه الحال. السوق هذا عنده واحد الاعتباريه خاصه بطبيعه الحال، ما كتشوفوا في العنوان. اللي كيعجبني هنايا هو انه الناس اللي كيتعاونوا، وكذلك كي كنجي كتهبط الاثمنه بزاف في هذا المعنى. اذا غادي نطلبوا دويره وغنشوفوا الاثمنه ديال الخضر والفواكه كيف دايره، نعيشوا هذه الاجواء ديال سوق الخضر بطبيعه الحال. اشهر دايره الجلبانه؟ ميتين وربعة اتناش. هنايا درهم ونص الوحدة، درهم ونص شي فلور، درهم ونص كيما كتشوفو. شوفو هدا درهم ونص، شي لي قلتلهم عليك شي فلور درهم ونص الوحدة. يعني الناس هنايا كيتعاونوا، كتقرب الخضره داكشي كيتعاون مع الناس، كتكون الاثمنه مناسبه حتى الخضره، خضره ذات جوده فيها الجوده كما كنقولوا. حنا كنقولوا في وجده قرب السوق يخرف، كتشوفوا معنا شحال دايره مطيشه؟ اشهر دايره مطيشه 20؟ ها؟ 70 3 درهم ونص. شفتوا مطيشه 3 درهم ونص. بصله اللي دايره 800 درهم هنا كتباع 5 درهم. يعني كاين اثمنة جد مناسبة هنا في سوق الخضر والفواكه. غادي نقلبوا على العميل ديال الخضرة، العميل ديال الاخر، فهمنا هاد القضية نتاع تخفيض الاثمنة، شنو السبب اللي كيخلي الباعة كيخفضوا الاثمنة. شحال هادي؟ انا بصلة ولد عمي 100 5 درهم. الله يسهل الامور، الله يحفظك. ما بانش لامين ديال فين؟ ما تبيتو مليح عند مور راه غير هنا البطاطا. مور البطاطا مراد، مراد واه ماشي غير نيشان. واه واه صافي. داك ما كنشوفو كنقلب على لامين ديال السوق باش هو ندير شو معاه شويه ويعطينا شويه معلومات طبيعة الحال على شنو المشاكل اللي كاينه في السوق. مش معناتها الامور الامين ديال الخضره. اذا شنو تبارطاجيو معنا مباشر، شوفوا الامين ديال ما بانش ما شفتوش. وقالوا لي غير من هنايا شحال هادي على اللفت؟ 80 80 4 دراهم. هادي مرة ولا مرة؟ مرة يا باز، الله يحفظك، شكرا. إذا ما كتبش ناخذ عليه التصريح في المباشر، غادي ناخذ عليه التصريح في الفيديو، نحاول نتواصل معاه. بصراحة أنا درت الخلط، كان خصني نتصل به في الرقم ديال الهاتف ديالو. هذا في الشطوبة، في الشطوبة صح، في الشطوبة راه معروف السوق ديال الحد بطبيعة الحال، السوق ديال الأحد، ثمنها مناسبة جدا. أشحال فلفلة ولد عمي؟ راهم يحسبوا الفلوس. حسيكال حسيكال الخضر والفواكه بطبيعة الحال. الليمون نوع شحال داير الليمون؟ 50 درهم استاذ، 2 درهم ونص.
جوج دراهم ونص كتشوف جوج دراهم ونص اخوان انا راني حدا وراسكم الاخوان إذن هذا هو السوق ديال الخضر كنحاولو نجاوبو على السالح أشحال داير هذا المنداري ها 120 هذا الاخر كما كتشوفوا يشتري عمص نرجعوا صراحه انا كنقلب دابا غير على اليمين ديال السوق دخلوا انتم غيروا لداخل عاوتاني شغل الاثمنه ديال الخضر صديق الله يعاون شحال هادي راه الفلفله شحال هادي راه الفلفله 120 6 درهم 6 درهم قالك 100 درهم 6 درهم يا بلايص اخرى غاليه جينا كنشوف معنا هذا هو السوق ايرون انا مال انا مال انا جاير انا عند بر العنس ها كنا راه وزنا كنا راه وزنا اما باش عبد العالي كان عبد العالي مازال شكون هو عبد العالي الامين لا ما فهمتش ياك قاص الهضر كيكون رواه انت كيقولوا لي الدراري راه كان يدور غير هنا هما انا تعرف هو اسم خطره يدور يخلصوا ياك الى راه طاح هنا اللون من فات علينا الصبح ياك فات واه نضاري كيف شي يعني ما يوصلش هذا الوقت انا صوني عليه في التليفون واه هذا عندك التليفون صوني عليه واه نعيط له نمشي نشوف له هات ما لقيتوش نعيط له واه الله يرحم والديه شحال هذا نخش بعد شحال؟ 4 دراهم 4 دراهم ياك صح لي مليح راه بلدي ومليح انا 120 والبطراف قول لي 60 دولار بعد 100 دولار 60 قول لي لا غلى على مسكين الله يعلم الله يسهل الامور تبارك الله كما سمعتوا قال لك فلوس خزور بعد الدرهم يعني انا باش نقول لكم يعني الانسان هنا مور الزوج يجي يتقدى خضيره الاجمنه مناسبه يعني كيطيحوا في الثمن كما قلت لكم كاين كيبغيو يمشيو وانتم كيتعاونوا حتى مع مسكين وكاين والله العظيم ولا كيجيو شي يقول لك في المغرب والله ما تضيعش ما تضيعش كيجيو كيديروا لي حتى واحد يعطيه بطاطا واحد يعطيه هذه واحد يعطيه هذه لا لا والله ما اديش يا خويا والله ما اديش والله الا خضره زينه والله الا خضره مزيانه اخويا ماشي زعما كان لدي شي دواء انا راني كندور وكنشوف ما كانش ديشي كاع ديشي قليل هذاك الديشي راه من الناس كيديوه غراتويت اخويا مساكين اللي كاع ما يقدروش يشري
50 هاي في فلاج جوج دراع 40 دور كلو في فلاج جوج دراع كانت تباع ب 4 دراهم قيمه فيها نص هاي في فلاج جوج دراهم الكيلو يعني باش تشوفوا باللي انه كاين يعني الخضرة الفواكه هاي مطيشات انا واحد قال لي شي 4 دراهم ولا هذا كيبيعها ب 3 دراهم 3.5 دراهم كيبيعها ب 3 دراهم يعني باش تعرفوا بانه الهضره قلتها لكم فريمون الزوج الفوق كطيح الاثمنه ديال الخضره الناس كتبغي ت لفت ستير ياك ستير ها نولي عندك ها تبان تبان ستين دور ها هو عمي قال لكم ستين خيره زينه على خوتي لخا الجيره لفتها شحال كنت تبيعها قبيله عمي هذا؟ ترى ما يديرها 60 دور 60 دور 60 دور خير على الغبار زينه لا مزيانه يا سلام هاي اخوتي اللي قلت لكم هاي الرخاء هنا اللي بغى يجي فلاش طباب عقلوا عليه الله يرحمه ها هو عقلوا عليه واحد يشري راك مباشره شفتيه الله يعطيك الخير والخيار عمي شحال؟ حتى هو 6 دور حتى هو 3 كل شيء راك داير ب 3 دراهم حتى هو 3 دراهم تبارك الله عليك ها هو ها هو كروم يعني كاع هذا الشيء هذا كل شيء هذه كاين الاخرى كروم ولا كسوي هذا 65 راه حتى هو 60 هذا بيتراف هذا بيتراف 60 راه حتى هو 3 دراهم كيلو الحمد لله غير خدمه وفلوس خاص غير خدمه وفلوس الله يعطيك الخير الله يحفظك الله يسهل الامور يا عمي مزيانه هكا بعد حتى الدراوشي الله يتعيش يتعيش معشو مساكي 80 كانت باغي تنقص لها تزيد تنقص لها مسكينه ربما خارجيه فرنسويه لا هذيك الصحه عمي شكرا الله يعوضك بارك الله فيك ها هو عقلوا عليه كل شيء عنده ب 3 دراهم ها هو الفطره ب 3 دراهم كروم 3 دراهم 3 دراهم خيار 3 دراهم 3 دراهم 3 دراهم كل شيء 3 دراهم فاز الله يحفظك شكرا بارك الله عليك إذا كما شفتوا السيد هنا داير كل شيء 3 دراهم ديال الدراوش ما كانش هذيك اللعبة ديال كما كنقولوا حنايا أو سميح سميح راه شحال مدني حسبي الله الناس كيتعاونوا هما عارفين باللي هنا حتى كثر الاكسبيريونس ديال هاد الخضارة عارفين باللي هاد الوقيته كيجيو الناس مساكين اللي بغيو يشريو الخضرة رخيصة حتى هما كيطيحوا في الثمن كيبيعوا هما السلعة اللي بقات كما كنقولوا حنايا وميم طون كيتعاونوا مع الناس يديو اجر كلشي اللي كان ماشي غير اللي ما عندوش راه كلشي راه ما عندوش كلشي راه مزيان ها هو عاوتاني اللي ياكل شي 3 دراهم ها هو يمشي عندي ها هو اللي قلت لكم عليه حتى هو عاوتاني هنايا كلشي 6 حتى هو السيد هنايا عاوتاني كلشي 3 دراهم ها كلشي كلشي 3 دراهم ها اش هو صحاب صحاب ماني ما صورتكش ما صورتكش ما صورتكش غير باش واه ما صورتكش اخويا الزين واه ضربني احسن زين كيما كنشوفو